ما هي كانت السنة أما في الصيام، صيام المحرم، صيام المحرم ما تجيس يوش كان، يوش كان يس وزو وحده وزو ما تجيس إلا ولي هي السلعين ولي هي كيس تحزن ولي هي كيس تحيت الدريد ولي هي كيس تحتزون ولي هي كيس ينتم غاري الحنة ولي هي كيس عدل تاع الحلوان ولي هي كيس كتر روض ولا ديت كادر مدو كلها من البدع. الأصل هي وهو ماذا؟ التزون تيجا يوم عادي، فهو يوم يوم عادي كسائر الأيام، إلا أنه فيه ماذا؟ فيه فضيلة الصيام فقط. أشكو علاش اليهود يرقصون ويغنون، اليهود يرقصون ويغنون، الشيعة الرافضة يبكون لما سنيحة، الطرقيين لما سن الصوفيين تنغدا نهار فودي إبريل يجي العيد مفتوح يجي تا أيكم تيرب نسى هذا أرض دي تفوق الرأي بغي نسجل زي التوبة السوق. أهل السنة والجماعة وهو ماذا؟ يصومون ويهتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان أربعة طبقات الجسمي أما اسمي طبقات المحسوبين دائرة الإسلام، أنسوا لكم في دائرة الإسلام. أستحيل جيس اليهود، اليهود نتنال جيس مي في الجيج نجيس يموت مي نوي دين مدينة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون إلا الجيس النياحة. الجيس اللان يعني ماذا؟ حزنا على من؟ على الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما. شو الحسين بن علي سبحان الله حرى لها ما جيس كانت فيه أجيس كانت أغويد أركات دور نزام اسمي تمس نسنس. فالجزاء من جنس العمل رلبة. هؤلاء المجرمون يتهمون أمنا يعني عائشة رضي الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا، التتنسمي الزنا عليهم من الله ما يستحقون. فهذا ماذا؟ ما يقوى إيجا القذف، يعني القذف ما يجيس إلا شرعا يجيس الجل. وماذا لما تسني يقع يتمر بطبارك وتعالى صلى الله باللي سرانا السجود نمنا عائشة تهمت مسن الزنا الأغلبية للرافضة الله من رحم الله، فهم أبناء زنا عزكم الله. لماذا؟ لزواج المتعة، ليس ما كان زواج المتعة وإن ساعة لما كان زود الله بولمون سيما نعير وضان لما ينسى زوجتي ويتا موقفي غانا الدرس نيان الزمن. إذا كل غدور طاف الله كارت وطاف العلامات يعني ورداك الشهود ورداك الوان كله عن المهم يروي كله عن وسوي استغواد بابس الناس هاي صافي أما بابس وتنس سوزو تاكريت لي عطي لي البهايم أريد مونا يكرو غاردي الناس أما بابس وتنس هكذا يقال مي وده يقال زواج المتعة. إذا أغلبية الساحقة من هؤلاء عليهم من الله ما يستحقون فهم أبناء الزنا. اللي سيدنا مونا عائشة يا الجزاء من جنس العمل يتنصص البيضة بارك وتعيادا بالله. ثم حد يعني القذف هو ماذا؟ يا دو شيء الترجمة الرافضة كلها يعني الجل الرافضة كلها لا يقول ما أنا قادر سنسكن يا سايكون مخزني أنا ما شاءت نجلد يا قدر أصنع ربي ده بارك الله تجلبني ويا زني يا قادر سكوا اسم صاحب الوالدي واحد يقول أركلوه يني دامنا كلوه ينضرب زودي سردا سرع عن سرع سرع عن سلاسلي ويا زن وزريت مانين جلدة الشرع إلى جزار ثمانين ويد لكم 800. إذا هؤلاء الرافضة درس مي درس نيحة درس الله من خودو درس شق الجيوب درس مهم إلى غير ذلك أكيد درس تحت فنتني سما اسمي سما اسمع عشو ذلك طرقي اللي نبدر ده مثلا الصوفية ده اللي بيدع تيرم اثنين عين كانت تيرم يعطينا غدا. ثم أهل السنة والجامعة نسأل الله عز وجل نكون منهم وهو ماذا؟ أنهم يصومون ويهتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النقطة الأخيرة بها نختم إن شاء الله عز وجل دارنا غير دار ركن يتشبهون به المجوس. علاش؟ أريد تقول البنوات أريد تقول الجكس أريد تقول رانش عن جيس العفيطة رص الدوار كل هذا فيه التشبه من المجوس في هذا البيت. إبليس عليه من الله ما يستحق ديما غير وفو الكي لابد دقني يزيلو عيزي لابد هذه واضحة لما يجيز إلا يجيز على الصيام فقط ويجيز إلا تقتل بنو ويجيز إلا دز الدوار ويجيز إلا الجيكس ويجيز إلا القنابل ويجيز إلا الترويع ترويع الأمة أتبقى يدغانا مثلا ندربة كل هذا فيه ماذا؟ فيه تشبه بالمجلس عياذا بالله. اسمع البدعة أحب إلى إبليس من المعصية